المواعيد من آداب العظماء. شرح المفردات. المواعيد جمع موعد، وهو ما يتفق عليه الناس من أجل قضاء بعض المصالح. الآداب كل خلق طيب ورفيع يتحلى به الإنسان. المعنى العام للحكمة. حكمة اليوم تحدثنا عن احترام المواعيد، وكون هذا السلوك من صفات وأخلاق العظماء الذين جمعوا من الأداب أخيرها، ومن السلوكات أفضلها، ومن النجاحات أجودها. وطبيعي أن ينال المحترم للمواعيد هذه المكانة، وأن يحظى بهذه المزية، لأنه يحترم الآخرين ويقدرهم ويضع نفسه موضعهم. فهل يقبل أحد منا أن يتفق مع شخص ما على موعد محدد الزمان والمكان فيأتي فلا يجده دون ما اعتذار ولا طلب تأجيل الموعد؟ بكل تأكيد لا أحد منا سيقبل. إذن فعدم الالتزام بالمواعيد ليس من أخلاق العظماء ولا من شيم العباد الفضلاء، وخصوصا المسلمين الذين لهم دين يأمرهم باحترام المواعيد وعدم إلغائها إلا للضرورة القصوى. فالدين الإسلامي كله تجسيد لمبدأ احترام المواعيد والوفاء بها. أداء الصلوات محدد الزمان والمكان، فريضة الحج معينة الزمان والمكان، صوم رمضان مقيد الزمان، أداء الزكاة منضبط بشروط من بينها حلول الحول، بمعنى حضور الزمان والوقت. فكل خطوات المسلم منضبطة بمواعيد وترتيبات، ومؤطرة بأزمنة وتحديدات، ولا يترك شيء للفوضى والعبثيات. ويكفي أن عدم الالتزام بالمواعيد واحد من صفات المنافقين، كما يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. صحيح أن حياتنا تعرف بعض المفاجآت أحيانا والتي لا تكون في الحسبان، فتقلب برامجنا وتغير مسيرتنا، ويتعذر علينا الالتزام بمواعيدنا. لكن وقتها يجب الاعتذار وطلب تأجيل الموعد، إلا إذا لم نجد لذلك سبيلا. ففوق طاقتك لا تلام. الدروس والعبر. من أسباب تخلف الأمم والمجتمعات عدم احترامها للمواعيد والاتفاقات. الالتزام بالمواعيد بداية تحقيق النجاح وصناعة التفوق، لأنه دليل على استثمار الوقت. إذا أخلفت موعدك استهتارا، فعلى الأقل لا تكذب بادعاء طارئ لم يحصل، وإلا نلت ثلثي النفاق بعدم وفائك بموعدك وكذبك على غيرك.